ما كانش عندي شي ظروف باش انني نكمل الدراسه، وما كانش يعني كاينين شي ظروف اللي قاصحين يعني خلوني باش انني نخرج نخدم، حيت مثلا داك الوسط ديال الوالديه مثلا يعني ما كانش وفر لي بزاف الحوايج اللي بامكاني انني نوفر من راسي باش يعني نخدم من اللوازم ديال المدرسه وهذا. ومن بعد اكتشفت غير راسي مشيت خرجت خدمت على انني باش نوفر هذوك الحوايج، داك الشيء علاش خرجت. وصراحه كانت واحد التجربه اللي خايبه بزاف، يعني دوك الناس اللي مثلا اللي كتخدمي عليهم ما كيعتبروكش، كتحسي بواحد الحقره، كتحسي بواحد الظلم، لانه مثلا كيعطوك شي حاجه اللي فوق من طاقتك كتشديها يعني بزاف كاع، يعني ما كتصدقيهاش، يعني خياليه، يعني ماشي شي ناس اللي غادي تعرفوا، يعني انت خدامه انت خدامه فهمتي. وصراحه الحمد لله يعني من بعد ما تعرفت بزاف الجمعيات، جمعيه الانصاف، كاين جمعيه ايدوكيشن فور اول، حتى هي عاونتني بزاف. الحمد لله اكتشفت الطريق ديالي، يعني عطوني واحد الامكانيه باش انا نكمل الدراسه ديالي، ودابا الحمد لله انا دابا في الجامعه، وبفضل الله وبفضل الوالدين وبفضل الجمعيات كلهم حتى هما كاين واحد النتيجه، يعني كاين اللي يحفزك باش انك توصلي للهدف ديالك، والحمد لله على كل حال. صراحه هي كاينين مواقف بزاف، المواقف يعني كتوقع فيهم، كتشوفي مثلا دوك الدراري دوك الناس يعني عندهم الاطفال ديالهم كتشوفهم لاباس اليوم، يعني كلشي موفر كيدلوهم، علاش حتى انا ما نكونش بحال هاد الناس، علاش حتى انا ما نوقف ما نكونش في ديك السيتياسيون اللي كاينه فيها داك السيد ولا ديك البنت، يعني بزاف د الحوايج بزاف د المواقف كتوقع. اي ولكن اش غدير يعني على قبل حتى انت واحد النهار غادي تجي باش انك توصلي لهاد الهدف، ولكن الا خدمتي عليه ودمرتي عليه راه ضروري غادي توصلي. بزاف د المرات يعني نعس باكيه حيت الظلم كاين، الظلم بزاف، ومثلا كان عليك داك الضغط انك خاصك ديري كلشي، انت عليك كلشي، انت خدامه يعني خاصك تهزي الدار كلها على يعني انت اللي غادي ديري كلشي، حتى حد ما كلشي يعني. صراحة هذه تجربة اللي خايبة بزاف. أنا بعدا كنصح الآباء والأمهات، حيت مثلا هاد الحاجة كتوقف على الآباء، حيت هما اللي كيصيفطوا ولادهم باش أنهم يخدموا، يعني كنصحهم باش أنهم يعطيو فرصة لهاد البنيتات، حيت كيبغيو غير الإرادة، وإن شاء الله أكيد غادي يتفوقوا، وإن شاء الله غادي أكيد غادي يوصلوا واحد الهدف اللي هما باغينه. النصيحة اللي بغيت نوصلها للجميع هي أن مثلا كنصحهم بأنهم ما يصيفطوش بناتهم، يعطيوهم واحد الفرصة باش أنهم يقراو، واخا ما كاينينش كاين ديزوسياسيون كاينين، غير هما يعطيوهم إرادة وأكيد غادي يوصلوا، وإن شاء الله يكون خير. كنتمنوا لهم كل التوفيق. اللي كنصيفطوا مثلا لبنت خضر ما كنصيفطوهاش عند والديها، كنصيفطوها واحد الوسط اللي مختلف عليها بزاف، بحال خدامة كتبقى هي خدامة، يعني ماشي غتسمى بنتهم نيت، لا أنت خدامة خاصك ديري كل شيء، يعني الواجب ديالك راه معروف، يعني ماشي بحال البنات الآخرين. الظروف ديالنا ما كانتش كاملة، يعني ناقصنا شحال من حاجة، يعني الوالد ديالي توفى وحنا مازال صغار، يعني الوالدة ديالتنا ما قدرش بغات توفر لنا، بغات نقرا ولكن ما قدرش توفر لنا كل شيء، يعني ضروري وحده فينا تمشي تخدم في الديور، يعني الاخت ديالتي الكبيره هي اللي خدمت في الديور، يعني قصه خايبه بزاف، يعني تجربه ما كانتش مزيانه، يعني ما كانوش الناس كيعاملوها مزيان، يعني بلا انسانيه، ما كانش كانت الظروف اللي كتعيشها تما صعيبه بزاف، يعني الشقه بزاف، راه 8 سنين راه بزاف، خرجت من 8 سنين راه بزاف، يعني تعذبت بزاف، كدير الشغل اكثر من السن ديالها، والضرب، يعني الا ما ديتيش شي حاجه ضروري خصهم يضربوك، ضروري خصهم لا. ملي جات عندنا جمعيه الانصاف يعني ما وفرت لينا كل شيء، وما بقيناش كنخدموا في الديور، ورجعنا كنقراو، وكل وحده كتقرا، وكل وحده كتحقق الاحلام ديالها، كل واحد الوالده ديالي دابا كتعيش مزيانه وفرحانه لينا، حيت ملي جات عندنا جمعيه الانصاف عاونتنا بزاف ونقصت عليها بزاف المصاريف، يعني الوالده دابا فرحانه. من تاقات شي شو جوج خواتاتي خرجوا اضطروا انهم يخدموا في الديور، كلهم تكرفسوا عليهم الناس، يعني المعامله ما كانش ماشي ما كيعاملوكش مزيان. من بداية المشروع الآن تقريبا ما ينازل 554 فتاة اللي قدرت الجمعية أنها تنقدها، وكانوا تيشتغلوا كخادمات في البيوت في ظروف اللي هي صعبة، خصنا نعرفوا بأنه هذا التشغيل في سن مبكر تيعرض هذه الفتيات هذو للاعتداءات،
يعني على كافة الأشكال، اعتداءات جسدية، لفظية، وحتى ممكن تأخذ شكل جنسي أيضا. وهذا هناك دوافع لتتخلي أنه البنات يشتغلوا في هذا السن المبكر، هناك الهدر المدرسي، هناك أيضا الظروف الاجتماعية والاقتصادية الهشة، هناك أيضا غياب حتى بدائل في هذه القرى النائية. فهنا اللي خلى أن الجمعية تطور برنامج من أجل مساعدة هذه الفتيات على من اولا تخرجهم من هذا المجال الشغل ديالهم وتدمجهم في الاسر ديالهم في المدرسه وتواكبهم باش يستمروا في الدراسه ديالهم. اذا كاين واحد العدد كثير ايضا ديال الانشطه تنقوم بها توعويه تحسيسيه من اجل ايصال الراي لجميع المعنيين بهذا الاشكال، وايضا تحسيسهم بالخطوره ديال التشغيل في السن المبكر، وبانه تشجيع ايضا هذه الاسر على انهم يستمروا في المجال ديال الدراسه ديال 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 الاطفال ديالهم، لانه هذا هو كما تنقولوا الاستثمار الحقيقي اللي ممكن يخلي على انه هاد الاطفال بخصوص الطفلات القادمه، الطفلات اللي سبق لهم اشتغلوا في بيوت، على انهم يكون عندهم مشاريع ديال الحياه اللي تضمن لهم يعني مستقبل اللي غادي يكون فيه مواصفات مزيانه. اذا واحد العدد ديناميكيه كبيره تقوم بها الجمعيات بشراكه مع عدد كثير ديال المتدخلين، السلطات المحليه، المديريه الاقليميه التربيه الوطنيه، ايضا مجتمع مدني محلي، اللي خلانا على ان الان كاين واحد الانخراط كلي ديال هذا الجميع في سبيل يعني محاربه الاشكال، وبالتالي خلق بدائل اللي تضمن لهاد الاطفال هذو الحق ديالهم وتصون ايضا الكرامه ديالهم. جريمه كبيره اللي هذا هو الهدف من هذا اللقاء، اللي حاولنا ما يمكن اننا يكون نعرض هذا الفيلم اللي يكون واحد رساله قويه لجميع المعنيين باش يعرفوا بانه تشغيله انه جريمه تعاقب على القانون، جريمه وايضا تنعتبر ايضا انه تشغيلهم مساله اللي تتنافى مع جميع الاعراف والاخلاق ايضا. فالتشغيل قاصر في السن المبكر واعتداء عليه، اعتداء على حريته، اعتداء على حقوقه، اعتداء على الكرامه ديالو. فتنظن بانه الان خصنا يكون الانخراط ديال الكل باش اننا نديروا اليد في اليد باش تكون هناك القطع مع هذه الممارسه اللي للاسف يعني جميع المواثق كلها تتنادي بل انه يجب يعني واحد منها.